كل متسوق عبر الإنترنت حقوقه محفوظة في نظام التجارة الإلكترونية. 4 حقوق لازم تعرفها قبل شرائك لأي سلعة. أولاً، إذا تأخر وصول الطلب أكثر من 15 يوم من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف. ثانياً، يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة بشرط عدم استخدامها أو عدم الاستفادة منها، ويستثنى من ذلك ما كان مصنع خصيصا لك أو بعض الخدمات اللي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن. ثالثا، لما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافي. رابعا، إذا اكتشفت أنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء، يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر. أخيراً، نظام التجارة الإلكترونية يحفظ حق المستهلك والتاجر. نتمنى لكم تسوقاً آمناً، واحرص على التسوق من المتاجر التي لديها سجل تجاري أو شهادة معروف.